السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات، وفي مجلس من مجالس زبدة التأويل الأثري لمختارات الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ولازلنا في الآية 83 من آيات سورة البقرة، وقد تكلمنا في المجلس السابق عن الجزء الأول منها، عن قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وقلنا بأن هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل في عبادة الله تبارك وتعالى وحده أكده الله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه، كما هو هنا وفي الآية التي في بداية هذا الميثاق والعهد الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وقلنا أن الميثاق هناك وهنا هو نفس المعنى، وكذلك في آيات في آية سورة المائدة: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا منهم 12 نقيبة، أو بعثنا منهم 12 نقيبة. فكلها مواثيق أخذها الله تبارك وتعالى عليهم في أن يوحدوه في عبادته، وأن السلف رحمهم الله اتفقوا على أن هذا المعنى، هذا الميثاق، هو توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في تتمة الآية: وبالوالدين إحسانا. والإحسان إلى الوالدين تكرر في كتاب الله تبارك وتعالى، سواء كان ميثاقا على بني إسرائيل أو وصية على غيرهم، كما في قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وكما في قوله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ففي آية الأحقاف حسنا، وفي آية العنكبوت إحسانا. فوصية الله تبارك وتعالى بالوالدين تكررت، وهي قضاء وحكم قضاه الله تبارك وتعالى وحكم به، كما في آية الإسراء
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى أي حكمه وكتبه. فنجد أن الوصية بالوالدين ليست بهذه الأمة فحسب، بل هي في الأمم السابقة وخاصة في بني إسرائيل. وبالوالدين إحسانا أيضا تكررت كما قلنا في موضع آخر من كتاب الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وهذا الإحسان هل هو أعلى من البر أم أن البر أعلى من الإحسان؟ فالبر من أعلى درجات الإحسان كما هو معلوم في حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي في أول صحيح مسلم، أول حديث من أحاديث صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لجبريل عليه السلام معنى الإحسان، قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحين ذكر الله تبارك وتعالى البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. فعد الله عز وجل من خصال البر 15 خصلة في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم. فالإحسان أضيق من البر، والبر أوسع. فالله تبارك وتعالى أمر بالإحسان وأمر بالبر وبالوالدين إحسانا وبالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالإحسان مبالغة في الحسن، فالحسن أدنى والإحسان أعلى، والبر أعلى وأعلى وأوسع. ولذلك تكرر أمر الله تبارك وتعالى لعباده بالإحسان إلى والديهم والحسنى فيهم والبر لهم في دنياهم وبعد وفاتهم، كما جاء في الحديث الصحيح: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيئا أبرهما بهما بعد وفاتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، أن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، وأن تبر صديقهما. فالبر يتعدى الوالدين إلى الأصدقاء، إلى أصدقاء الوالدين. والإحسان والصلة تتعدى الوالدين إلى الأرحام التي لا توصل إلا بهما. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم الإحسان إلى الوالدين، وهو منجاة في الدنيا والآخرة. وفي الحديث الصحيح
في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خرج ثلاثة في سفر فآواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فقالوا: ما لكم من هذه الصخرة مخرجا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فأولهم دعا الله تبارك وتعالى بعفته عن الحرام، وآخر دعا الله تبارك وتعالى بأدائه لحقوق الأجراء، والثالث دعا الله تبارك وتعالى ببره لوالديه، قال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق له أغبق أحدا قبلهما. الغبوق يعني أن يسقي الإنسان اللبن أو يشرب اللبن بداية أن يشربه أو أن يسقيه قبل أن يسقي غيره، فكان وهو أول الحلب. فنأى بي الشجر يوما فأمسيت وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي، وبقيت حتى استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كان هذا العمل عملته من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فكان ذلك سبب لانفراج هذه الصخرة بمقدار الثلث، لأن كل واحد من هؤلاء الثلاثة دعا الله عز وجل بعمله الصالح فتنفرج ثلث الصخرة. فهذا البر بوالديه الذي دعا الله عز وجل ببره لهما بهذه الصورة، انفرجت هذه الصخرة بقدر الثلث كباقي زميليه اللذين كانا معه. والشاهد فيها أن بر الوالدين والإحسان إليهما منجاة في الدنيا من كل ضيق ومن كل كرب ومن كل شدة، فكيف بالآخرة؟ ففي الآخرة البر والإحسان إلى الوالدين منج أكثر من هذه النجاة التي في هذه الحياة الدنيا. وصور البر والإحسان إلى الوالدين كثيرة متعددة جدا، سواء كان فينا أو في الأمم التي قبلنا. فبنو إسرائيل أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق أن يحسنوا، وكان في بني إسرائيل راهب يقال له جريج، وكان جريج له صومعة. الصومعة هي بناء أسطواني الشكل، يكون له مدخل واحد يعيش فيه الإنسان في هذه الصومعة، يعبد الله تبارك وتعالى، ولا يرى من هذه الدنيا شيئا، يصرف شره عن الناس. فكان جريج عابدا في صومعته، وكانت له أم عجوز، فجاءته فاحتار بينها وبين عبادته، فقال: أي رب، أمي وعبادتي. ثم انصرف إلى عبادته.
في اليوم التالي جاءت العجوز فقال: أي رب، أمي وعبادتي. فانصرف إلى عبادته وترك أمه. في اليوم الثالث جاءت العجوز فقال مثل ما قال في اليومين السابقين، ثم انصرف إلى عبادته. فغضبت أمه ودعت عليه دعوة فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. وهذا دليل على أن النظر إلى وجوه المومسات والفاجرات عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك الذين يسألون عن مشاهدة هذه الأفلام وهذه النساء الفاجرات، الأفلام التي يسمونها إباحية وهي فجور وفسوق وعصيان، النظر إليها عقوبة. النظر إلى هذه الأفلام وهؤلاء المومسات هذه عقوبة من الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. قالت أم جريج: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فهذا دليل على أنهم كانوا يرون النظر إلى وجوه المومسات من القديم، كانوا يرونه عقوبة. ثم انصرفت وكان يأوي إلى الصومعة، قريب من الصومعة راع من الرعاة، وكانت امرأة من بني إسرائيل مومس، المومس التي تهب نفسها أو تسلم نفسها لأي رجل مقابل المال. فقالت، وقد تذاكروا جريج وعبادته، فقالت: إنني سأغويه لكم. فجاءت إلى الصومعة فلم يلتفت إليها جريج، ولم يلتفت إلى أمه، فكيف يلتفت إليها؟ فمكنت نفسها من الراعي فحملت من الراعي، فلما ولدت قالت: هذا الولد من جريج. فأنزلوا جريج من صومعته وهدموا صومعته وبدأوا بعقابه: زنيت زنيت، وهو يقول: لم أزني. أين هذه المرأة؟ فجيء بالمرأة وجيء بالولد. فطعن جريج في بطن المولود وقال: يا غلام، من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يستسمحونه و يستلطفونه وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها كما كانت. الشاهد في هذا، قال العلماء، أن انصراف جريج عن أمه وعدم الإحسان إليها سلط الله عز وجل عليه هذه الزانية، هذه المومس، فاتهمته بما اتهمته به، فآذوه حتى هدموا صومعته واتهموه بالزنا. وهذه معصية، كانت هذه عقوبتها، معصيته في انصرافه عن أمه لعبادته، وعبادته كانت سبباً في نجاته، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم عباده شيئا. فعدم الإحسان والانصراف عن الأم إلى العبادة
والعبادة حسنة، والانصراف عن الأم سيئة، فبالسيئة عوقب في الدنيا بالنظر إلى المومسات وبالاتهام الذي اتهمه، وبالعبادة الحسنة التي استمر عليها سنين طويلة نجاه الله تبارك وتعالى. فالإحسان إلى الوالدين منجاة في الدنيا وفي الآخرة، والعكس بالعكس، فالإساءة إليهما عقوبة في الدنيا مع ما له في الآخرة من عقوبات. هذا بالنسبة لمن كان قبلنا من الأمم من بني إسرائيل. وأما في أمتنا فالله تبارك وتعالى جعل لنا من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم توفيت أمه قبل بعثته، وتوفي أبوه وهو في بطن أمه، فلم يرى من حنان أمه إلا فترة طفولته، لأنه توفيت أمه وهو ابن 6 سنين، واحتضنته الحاضنة بركة، اسمها بركة أم أيمن. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أم أيمن أمي، أم أيمن أمي، مع أنها كانت جارية لأبيه قبل وفاة أبيه، فآلت إليه ميراثا له صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يحسن إليها إحسان الولد إلى أمه. حتى أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزورانها. قال أبو بكر لعمر: هيا بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. فأتيا أم أيمن فبكت حين رأتهما، فقال لها: أما تعلمين أن ما عند رسول الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: بلى أعلم، ولكنني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فأخذا يبكيان معها. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبر هذه المرأة مربيته بر الولد لأمه، وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهما من بعده كان يبرانها إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن الله تبارك وتعالى أن يستغفر لأمه، فلم يأذن الله عز وجل له أن يستغفر لها، كما في قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فالاستغفار للوالدين على شركهما لا يحل ولا يجوز. فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها، وقبرها في بلدة اسمها الأبواء بين مكة والمدينة. فزار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه ومعه أصحابه، فبكى وأبكى من حوله، والبكاء شيء والاستغفار شيء آخر. فهذه الزيارة التي أذن الله عز وجل له فيها، والتي أبكته وأبكت من حوله من أصحابه، إنها هي معنى من معاني البر. وعدم الاستغفار معنى من معاني توحيد الله عز وجل بالعبادة. فالله تبارك وتعالى لا يقبل من عباده المؤمنين أن يكون ولاؤهم لغيره. فمن معاني العبادة التي في قوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ألا يستغفروا للمشركين، هذا معنى. ولذلك ختم الله عز وجل سورة المجادلة وذكر في سورة التوبة معنى معاني الولاء حتى للوالدين مهما قربا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والشاهد هنا قل إن كان آباؤكم، بدأ بالآباء. طبعا الآباء تشمل الآباء والأمهات. أحب إليكم من الله ورسوله، فلا يقدم على حب الله ورسوله لا والد ولا والدة. وفي آخر المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، حتى وصفهم قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلا يقدم على موادة الله تبارك وتعالى وعلى حب الله ورسوله لا أب ولا أم ولا أخ ولا ابن ولا أي شيء. فمن البر والإحسان إلى الوالدين تقديم الله تبارك وتعالى عليهما في كل شيء، والإحسان إليهما من عبادة الله تبارك وتعالى التي لا تنفك عن هذه العبادة. الإحسان والبر للوالدين وإن كانا مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فبرهما وإحسانهما ومصاحبتهما في الدنيا معروفة من تمام عبادة الله تبارك وتعالى التي قضى بها على عباده في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم بر والدينا على أحسن ما أمر وعلى ما يحب سبحانه وتعالى. وإلى أن ألقاكم إن شاء الله في قوله عز وجل وذي القربى واليتامى والمساكين من تمام الآية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.